بين ساعة وأخرى تقلبات كبيرة تطرأ على سوق العملات الرقمية. بيتكوين قبل يومين فقط سجل 72 ألف دولار وفي اليوم التالي انخفض إلى 67 ألف دولار. أرقام متباينة فعلاً وتأرجح في القيمة يثير المخاوف، لكن في الوقت ذاته تبدو الصورة بالمجمل محفزة. طبعاً اجتاح سوق الكريبتو البورصة العالمية، فمنذ بداية العام الحالي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 64.2% في المرتبة الأولى طبعاً البيتكوين. أكيد تلتها بعد ذلك عملات إيثيريوم ثم تيزر وبعدهما بي أن بي وسولانا وإكس ريبل. طبعاً نمو سوق الكريبتو يعود إلى عوامل عدة، أولها الموافقة على إطلاق صناديق التداول في البورصة. المنظمون في المملكة المتحدة أعطوا الضوء الأخضر لبورصات الاستثمار لإنشاء قطاع للمذكرات المتداولة في البورصة، لكن مدعومة بالعملات المشفرة وليس الأوراق المالية فحسب. هالخطوة راح تفتح الباب أمام شركات الاستثمار والمؤسسات الأخرى في المملكة المتحدة للاستثمار في منتجات تداول العملات المشفرة. إضافة إلى ذلك، هناك توجه المصارف المركزية الكبرى لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك يرتبط بالتضخم واستقرار الأسعار وتطور الأداء الاقتصادي. وفي ظل الازدهار وازدهار العملات الرقمية والتيار القوي الذي يجر في العديد من تداولها، يتجه العديد من الشباب إلى الاستثمار فيها. يا نور، أنت منهم؟ صراحة لا، أنا لساتني بخاف من هذا الموضوع وما كتير قادرة أني أفهمه. جوي قلبك شوي. لا مخيف. ما فكرتي أبدا؟ خلي الفلوس بالجيبة. الدراسات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 76% من المستثمرين في العملات الرقمية هم من جيل الألفية، أي أعمارهم بين 25 والأربعين عاما. أما أكثر من 17% منهم جيل زد، أي من بين 18 إلى 24 عاماً، وهو ما يظهر علاقة واضحة بين العمر يا نور واحتمالية شراء العملة المشفرة.